Le Mag du Week-end, saison 9. مع خولة الخلصي على اي اف ام احلى راديو. صباح الخير ومرحبا بكم، هذا الماك دي كان، عساكم الناس الكل ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تعدي نهار احد كيما انتم تحبوه، ان شاء الله مبروك سعيد الطقس محلي. دونك نيزيتي با انكم تخرجوا تعملوا دي بروغرام، لكن انكم تقعدوا تسمعونا كالعاده كالعاده. برشا مواضيع باش نحكيوا فيهم في اخر الساعه، باش يجي بحدنا الفنان القدير اللي نحبوه برشا برشا برشا، دونك لطفي بونطقا زيد قبلوا باش نحكيوا على ان ايفينمون للناس اللي يحبوا يعملوا دي بروغرام تري بروغرام فيهم سبور فيهم الفن. دونك اليوم باش نحكيوا على زامور تريكينغ، كنا حكينا عليه عام الاول، زيد نحكيوا عليه اسني بلوتو في الساعة الثانية. دونك نرحب بليكي بيان سيغ اللي مرافقتني واللي تعاون فيا برشا، دونك ماجيين ميرسي للناس الكل. دونك في الساعة الأولى باش نحكيو كالعادة بعد شوية مع دكتورة بثينة الشيحي على احنا في الأكتوبر روز، دونك مازلنا نحكيو على لو كونسير دو سان، لو كونسير دو فاسون جينيرال، باش نحكيو على الماكلة اللي تنجم تسبب في الأمراض السرطانية. لطف عليكم الناس الكل. أما زاد اليوم باش نحكيو على كيفاش تعرف روحك اللي أنت عايش في علاقة توكسيك. دونك بحذايا اسامه زغليمي، فرحانه اللي انت بحذايا. دونك اسامه زغليمي انت اكسبيرمونتال وجيتنا من كندا. صباح النور. صباح الخير، مرحبا بيك. عايش دونك اوس نسميوك اوس، دونك حتى في انستغرام باش يلقاوك اوس زغليمي. دونك في كندا وجاي هوني خاطر عندك ان سيمينار دونك في الويكاند للناس اللي يحبوا الويكاند الجاي، دونك للناس اللي يحبوا يحضروا معاك. اما يدخل نتعرفوا عليك شويه اسامه. دونك اوس زغليمي اكسبيرمونتال، قريت في بسيكولوجي في امريكا، اختصيت في السانتي مونتال زيدا، شو ايبنوثيرابوت ماتر و انسيانيون في البي ان ال و كونفرنسي انترناسيونال. دونك جيت لهنا مش نعملو سيمينار دو ترانسفورماسيون. سيتادير ترانسفورماسيون؟ ترانسفورماسيون سي لو نيكست ليفل لايف ترانسفورميشن، هذا سيمينار اللي مش يساعد العبيد يبدلوا يكونوا من الفشل يمشيوا للسكسي. حكيما العبيد في العلاقات نتاعهم كيفاش يلقاو لي بون بيرسون، كيفاش يفهموا رواحهم وكيفاش يبدلوا لي استراتيجيز نتاعهم مش يخلطوا لي زوبجيكتيف في حياتهم. تري بيان، دونك سي ان سيمينار اللي باش يكون مدته 3 ايام هكا. 3 ايام وي اكزاكت، لو 28 29 30 اكتوبر. واليوم اخترت انا لو سوجي لي ريلاسيون توكسيك نجم نقولوا. علاش السوجي هذايا اسامة؟ على خاطر هذا سوجي امبورطون برشا، خاطر لي ريلاسيون هما العباد اللي نعديو معاهم اكثر وقتنا. والانسان هو كرياتور سوسيال، معناتها ديما نتعاملوا مع العباد الاخرين، نعديو اكثر وقتنا مع العباد الاخرين. دونك لازم نعرفوا شكون العباد اللي نحبوا نعديو معاهم وقتنا اكثر من وقتنا، والعباد اللي نحبوا نكبروا معاهم زاده. وهذا بروبليم كبير، خاطر برشا يلقاو روحهم دي ريلاسيون توكسيك كيما مع دي بيرفير نارسيسيك، مع دي مانيبيولاتور. معناتها برشا تلقاهم واحلين ويقول لك شنو لازمني نعمل مش نلقى لا بون بيرسون. تري بيان، دونك نجم نعملوهم بعد شويه. نجم نعاونوهم. دونك ميرسي بوكو سيما. دونك فاصل صغير ونرجع معاكم في ليفيك دو ويكاند. مع خولة الخلصي على اي اف ام احلى راديو. مرحبا بكم من جديد معنا في الماك دي كاند. دونك الناس اللي خلطوا علينا، احنا باش نحكيو على لي ريلاسيون توكسيك. كيفاش تعرف روحك عايش في اون ريلاسيون توكسيك؟ اسهل الدنيا. دونك اسامه الزغليمي، نذكر انت معروف اكثر اس زغليمي، دونك ضيفنا هوني في تونس، جيت من كندا وعندك ان سيمينار دونك الويكاند الجاي. اخترتنا سوجي اللي قلتيهم برشا يجيوك عليه برشا دوموند، ونصور الناس الكل تحب تحسن في لي ريلاسيون نتاعها، لي ريلاسيون دو كوبل، واخترنا لي ريلاسيون توكسيك. دونك كيفاش واحد يعرف روحه اللي هو عايش في ريلاسيون توكسيك؟ هو قبل ما نفسر ريلاسيون توكسيك نحب نحكي نقول بروفيرب اللي يفسر لو بوان هذايا اللي مش نحكيو فيه اليوم. البروفيرب هذا اللي كتبته يقول لامور نو سورفيان با كون دو بيرسون سو رونكونتر، لامور سورفيان كون دو بيرسون كي ترافاي سور اوميم سو روتروف. دونك لازم يعني باش تحب عبد ولا تكون في علاقه تحب، لازم الزوز يكونوا يخدموا على رواحهم. اكزاكتومون، شو معناتها تخدم على روحك؟ هو استنى لي مون تري فوندامونتال في لي ريلاسيون، انه الانسان يتعلم يحب نفسه قبل. الانسان يتعلم يخدم على روحه، يخدم على ميكانيزم اللي داخله، يبدل الرؤيه نتاعو ساعه على لي ريلاسيون، يفسر الامور بطريقه الينيه مع هو الريلاسيون اللي يحب يعيشها. خاطر برشا لي كرويونس نتاعهم على سي كوا اون ريلاسيون، سي كوا ايمي، جايه من الطفوله وغالطه، جايه من دي بروغراماسيون تاع سوسيتي. دونك سي تري امبورطون الانسان يساليني مع نفسه، يفهم روحه قبل ما يدخل في علاقه كي فا غفلتي الخدمه اللي هو خدم على روحه.
بي دونك كيفاش واحد يفيق ولا يحس اللي هو في ريلاسيون مش لك الكل ريلاسيون فيها مشكله ريلاسيون توكسيك مش حتى فيها مشكله اكزاكتومون انا عيط لهم هذم لي درابو روج كي تبدا انت في علاقه مع انسان ما ني با اوفير او شانجمون ماهوش اوفير مش يخدم على نفسه دونك هذايا سي ان درابو روج اللي راهو فما حاجه في ريلاسيون كو بيتيت خاطر نهار اي ريلاسيون راهم شجروا مشاكل ولازم الانسان يفهم اللي راهو المشاكل هذم ناتوريل ولازم الزوز اوفير مش يلقاو دي سوليوشن دونك هذه اول حاجه ثاني حاجه انك تتسون ايبويزي تحس اللي ما عندكش انرجي في العلاقه نتاعك تحس اللي توي اوبليجي مش تكذب بتاتر مع الانسان الاخر تحس روحك اللي بتاتر توني بلو توا ميم تلقى روحك حتى انت تمانيبولي العبد الاخر خاطر تحس كان تقول شنو اللي في مخك مش تجرى مشكله دونك هذا درابو روج اخر برشا عباد زاد يسو ريتروف اللي فما شونتاج ايموشنيل فما مانيبيولاسيون مش العبد الاخر يخلط اللي يحب عليه يل دو تمانيبولي ولا ينجم يمقصك ولا يقول لك كلام يوجعك اي بوغ هو ينجم يخلط اللي يحب عليه ولا يحس روحه هو راجل ولا مرات تحس روحها اللي هي انسانه ولا عندهم كلمتهم في الريلاسيون كيفاش تفيق بروحك مانيبولي جوستمون تنجم تفيق بروحك اللي انت مانيبولي هما العباد اللي يفيقوا بالمانيبيولاتور هما العباد اكثر عباد اليني مع نفسهم الينيش معناتها مع عباد قاعدين يخدموا على رواحهم قاعدين يفهموا رواحهم خاطر ديك انت تبدا فاهم روحك فاهم شنو تحب فاهم لي ليميت نتاعك اي عبد يديباس لي ليميت بحب لنفسك ماكش مش تخلي الانسان الاخر يوصل دونك العباد اللي عندهم كلارتي على لي ليميت اللي يحبوا يحطوهم في العلاقه هما العباد اللي يغيوسيس ا ديتيكتي لي مانيبيولاتور تري رابيدمون على خاطر مونكور اون فوا لو بلوس كو تي اليني مع نفسك لو بلوس عندك كلارتي على العلاقه بيه لو بيرفير نارسيسيك هذايا والا لو مانيبيولاتور كيفاش يبدا كيفاش نجم نفيقو بيه وي فما ديك هكا ديك كريتير وي وي فما دي كريتير ان فيت اي سون تري رياكتيف ا لوبوزيسيون يكرهوا عبد يجي اوبوزيسيون ولا كريتيك ولا حتى فيدباك تحب تعطيه معناتها امتي فيدباك يديما فيرمي اي سون با اوفير معناتها كان عملوا حاجه غلطه وكل شيء يفون توجور تروفي حل مش يكذبوا مش يخرجوا منها يفون جامي فريمون اكسبتي ولا افوار اون اوفرتور للفيدباك نتاعك كي نحكيو على بيرفير نارسيسيك نحكيو زاده على لامباتي فما امباتي سوبرفيسيال هما لي بيرفير يعني لامباتي يعني انك تحس بغيرك تحس بيه اكزاكتومون معناتها فري سنتيمون وتحس هذاك تغزر في عينين الانسان لامباتي سورتو لي بيرفير نارسيسيك يقولوا لك برشا ميرسي 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 ما تحسها ميرسي فارغه وتلقاهم يكتبوا لك برشا دي ميساج عايشك ولا دي ليتر وكل شيء ما تحسها ماشي معبيه ماشي جاي من القلب دونك هما عندهم معناتها مع لومباتي تالمون حطوا ماسك اللي يعدي لك لومباتي اما بطريقه كما نقولوا ماشي معبيه ماشي جاي من القلب وتحسهم زاده ايغوسنتريك يحبوا يكونوا او سنتر دو تو العالم يدور حواليهم كما يقولوا دونك ils sont au centre de tout اي حكايه يلزم يحطوا رواحهم لازم حتى تجرى مشكله يدخل روحه في المشكله كانه هو il fait partie du problème معناتها في اي حاجه تصير ديما تخصه هو وسي دي مونتور سي دي مانيبيولاتور سي دي اكسبير في الكولبابيليزاسيون يحسوا معناتها يحسوك اللي sans eux انت tu n'es rien ça c'est très important اللي كل شيء تعدى بهم هما وزيد كي تبدا مع بيرفير نارسيسيك تحس اللي انت علاقتك مع نفسك تتضرش معناتها تو بير كونفيونس في نفسك وتولي حتى انت ما عادش تحب روحك معناتها يبعدوك على نفسك واكبر وجو بونس دي بعدك حتى على الانتوراج نتاعك يبدا يسكر عليك بشبشه بيان سور مي اون فيت خاطر سي دي غرو مانيبيولاتور معناتها حتى ينجموا يحكيو مع الانتوراج نتاعك ويدوروا الانتوراج نتاعك عليك يدوروا عائلتك عليك يلعبوا بالكلام ويعرفوا شنو اللي يوجع شنو ما يوجعش يعرفوا كيفاش يحكيو كما قلت لك سي دي غرو مانيبيولاتور واكبر اكبر اكبر سيني نعيط لها انا لي مونتاني روس ايموشنيل هاي يحسك سي توي اون فام باغ اكزومبل يحسك تي اون برينسيس ومن بعد يحسك كوم تو نفو ريان تسوى شيء تسوى شيء دونك مره يحسك اون برينسيس مره يحسك ما تسوى شيء دونك انت طلعك في دي ايموشن تاع تحس روحك اونيك امبورطونت ايمي ومن بعد يحسك اللي انكور اون فوا يل تو كومبار مع العباد الاخرين يطيح لك من قيمتك دونك تجرى المونتان روس ايموشنيل هذه على ذاك اللي بيرفيرنس يصير صعيب مش نبعدوا عليهم خاطر نتعلقوا وعلاش نتعلقوا جوستما هو كي هبتك هكا على خاطر كي تحس روحك انت اون برينسيس تحب تقعد برينسيس داكورتو اوكي هبتك او با دو ليشيل انت تحب تحب يجرى وقتها تحب ترجع برينسيس فهمت نقصد دونك ان كلكو سورت حتى هو في مخه
هذاك كيفاش بيرفير نارسيسيك il donne de l'amour. مي هو il est conscient de ça. Non. Le voilà justement فايق بروحه اش قاعد يعمل. ما هو en fait هو c'est son moyen من الطفوله كيتعلم اللي كيفاش هو الامور نتاعو. هو ولا هي تنجم تكون هو ولا هي exactement هما ميكانيزم ديسفونكسيونيل دو كونترول. حنقولوا هو مره هو راجل ولا مرا. Exactement هو مثلا كي طلعك انت تحس روحك برنسيس هو شنو مش يقول هو في مخه شفت نحبها شفت فرحتها. Donc pour lui c'est ça l'amour. Ah d'accord. فرحان بروحه يعني. برافو عليك. وكي هبطها يقول شفت عندي كنترول معناتها تحست مني معناتها هي تحبني شفت؟ معناتها هو il juge l'amour نتاعو على ذاك هو تفو فار اتونسيون خاطر كي ترجع انت للانفونس تاع لي بيرفير نارسيسيك معناتها فما دي بروغراماسيون كي اونت ايتي كريي من الانفونس سورتو في العلاقه مع الام كي تبدا ام بوسيسيف برشا مع ولدها. ولا مع بنتها peu importe c'est que هو il développe العلاقه نتاع الحب كي ديسفونكسيونيل ويكبر باللي زوتي هذوك داكوردو به هو كيفاش يختار السيبل ولا هي كيفاش تختار السيبل نتاعها كيفاش تكون يعني كيفاش يختار البارتنير شنو لازم يكون شنو ينجم يعمل هذا الكل البيرفير نارسيسيك il adore la fragilité داكوردو il adore انسان ديجا كيما قلت لك مش كونيكتي مع روحه خاطر انسان كيحب نفسه بالحق عنده علاقه قويه مع نفسه ما يعديش نهار مع البيرفير نارسيسيك نهار ما يعديش tout de suite لا لين روج ويكره هما لي لين روج اي ما هو يعمل ياخذ وقت باش يانستالك الف لا 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 كونفيونس نتاعو ولا اكزاكتومون هو يعني نجم تحصل مي فما كيما قلت لك كيما قبيله فما دي درابو روج اللي تنجم تفيق بهم من الاول فهمت كيما قلت لك يلزم تبدا فريمون فما كونيكسيون مع نفسه والعباد سيسور اللي قاعدين يخدموا على رواحهم يفهموا اللي ديكو فما خدمه تصير مع نفسك كاينهم يلون ديسبيرو على وجه الارض لي بيرفير نارسيسيك ما عادش تراهم حتى هما ما يقربولكش قبيله احنا حكينا في الكوليس على لاتاشمون والامور اللي قلنا برشا عباد بتتخ ما يفرقوش بين ساعات اسكو نحب هذيك العبد ولا جوست متعلقه بيه وي دونك جو بونس هكا ولي بوثينه ساعه صباح الخير شاحويلك يعيشك تري تري بيان دونك جو بونس برشا عباد يمشي في بالهم اللي يحبوا لكن سي د لاتاشمون هو موضوع شيق موضوع كبير برشا وني نحكيو على شخصيه البيرفير نارسيسيك با لي بيرفير نارسيسيك خاطروني يسمعونا لي بسيكياتري يقول لك شنو هي الحكايه وهي شخصيه دونك لاتاشمون والامور الحب والتعلق شنو الفرق ما بيناتهم وقتاش نحب وقتاش نتعلق انا ديما نقولها صعيب انك تحب انسان وانت ما تحبش سامحني نفسك وكي نحكيو على لاتاشمون سي كون ساتاش في دي كاركتيرستيك اللي الانسان الاخر عنده اللي انت ما عندكش معناتها ما عندكش ثقه في روحك مثلا tu vas t'attacher le confiance qui dégagée عند الاخر et en tombe en amour avec cette confiance des fois on devient aveugle الحاجات الاخرين الكل اللي peut-être فما دي درابو روج ما عادش نراوهم فهمتش النقطه هذيك واحد لازم يكتمل يخدم على نفسه قبل و سي امبورطون خاطر كي الانسان كي الانسان يتعلق بالكونفيونس نتاعو مثلا سي تري ديفيسيل دو تو ديتاشي من الانسان الاخر خاطر كانك قاعد تو ديتاش من حاجه منك حاجه كي في بارتي دو توا فهمتش نقصد اي دونك كي نحكيو لامور انكور اون فوا علاقه مع نفسك خدمه تخدمها على نفسك الينيومون وارموني مع نفسك و tu commences à فما دي نيفو دو كونسيونس راه في الامور معناتها فما بوكو ديفينيسيون كل عبد تقول له سي كوا لامور ينجم يعطيك ريبونس ديفيرونت مي لامور خفيف لامور سي اون ليبرتي سي اون سونساسيون اكستراوردينير اون فماش توكسيسيتي في الامور فماش مالاتر خفيف الامور بي لو بيرفير نارسيسيك في حل ولا ديما برشا عباد يقول لك كي تتقابل ان بيرفير نارسيسيك اهرب انا في المايند سيت نتاعي ان طونك كوتش ان طونك ثيرابوت ان طونك اكسبير مونتال honnêtement et نقول اللي فما حلول في العباد الكل j'ai travaillé avec un ou deux tawa في الكارير نتاعي الكل un ou deux pervers narcissiques où j'ai eu du succès où ما جاونيش هما يحبوا يخدموا على روح جاوني c'était des hommes جاوني mais indirectement en fait خاطر نساهم جاو وهما ils veulent comprendre شكون هذا اوس زغلامي اللي مارتي مشيت له دونك حتى كذبوا عليا في التليفون جيبوا كذبه مش يجيو يقابلوني وانا كي نسال فيهم في الاسئله فقت بشوي بشويه اللي راهو ما يجيش وحده خاطر مش عارف صعيب خاطر هما سي اون ديكونيكسيون من قلبه ديكونيكتي من مشاعر دونك انت تقول نقعدوا نوسعوا بينا معاهم نقعدوا انا الميثود نتاعي معاهم كونفرونتاسيون مي نخدم على الوعي واللاوعي ونعمل برشا دي كونفرونتاسيون خاطر دي فوا كي تمشي باللي ميتافور
الماسك اللي كي لومباتي مع العوام في حياتهم وكل تنجم تبدا تخدم على الماسك هذاك وتكونكتيهم بشويه بشويه على هما شنو شنو يحسوا خاطر اون كور اون فوا ديكونكتي من قلبهم ديكونكتي من ليزيموسيون تاخذ وقت يعني بتدخ كيبدا صغيرك هكا الا عبد قريب لك اوبليجي باش تضحي معاها ما جو بونس كي عبد مازلت كي عرفت وما فماش علاش باش تانفيستي على سو بوين ولي اكزاكتومون فما سا ديبون لي ريلاسيون هو سا ديبون لي دوغري زاد فما ان تيست ولا تعديوه باش تعرف بيان سور فما اسئله خفيف ولا بيرفير فما اسئله تسالهم اكزاكتومون فما يوليو توندونس فيولونت فما اللي معناتها وقتها تولي سي بلو دانجرو وقتها تولي اختيرا برشا حتى على عائلته حتى على صغار وحتى تتفي جوستمون دونك شنو نحب نجمو نزيدو نقولو عندك شي اسئله انت بوثينه اي انا تعرف ديما لا ريفليكسيون اللي ترجع لي في المواضيع اللي نتطرقوا لهم هنايا الصغرى الطفوله لا ريغريسيون ايموشنيل اكزاكتومون سي ريغريسيون اي لو فينومين اوديبيان خاطر شخصيه البيرفير نارسيسيك ترجع للطفوله نتاعو ترجع لعلاقته مع امه معناها اليوم الام شنو نجم نقولوا لها باش pour qu'elle prenne conscience في الفخذه bien que c'est très difficile خاطر هي زاده تعاني من اضطرابات اخرى فهمت شنو نجمو كيفاش نصلحو صغارنا معناها الطفل نصلحو لم باش تتصلح وكيفاش باش تصلح صغيرها باش ما تخلطوش للشخصيه هذيا هو سي انكرابل خاطر نجيبو صغار بيبي ما عندناش مانيوال دانستركسيون ما عندناش مود دومبلوا مود دومبلوا جمله لوغ كو هو المخ والسيستم نيرفو نتاع الانسان عنده مود دومبلوا في ليدوكاسيون فما مود دومبلوا ونحكي انا برشا على لامور كونديسيونيل ولامور انكونديسيونيل فما برشا سورتو في الكولتور نتاعنا مالوريزمون فما امور كي كونديسيونيل مش نحبك لازمك تعمل هكا وهكا وهكا تقرا على روحك والصغير يكبر اسمع كلامي والصغير يكبر بال 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 اكزاكتومون هو بور لوي الفيزيون نتاعو دو لامور سي سا Donc, هو يقول لك puisque l'amour envers moi c'est conditionnel, donc هو الحب envers lui-même, il va خاطر صغير راهو بعد كي يكبر نعيطوا لها نحن في الانفونس يجراو des émotions, voilà peut-être فما des paniers de la sécurité, paniers de l'amour, paniers de l'importance, est-ce que je me suis senti important? On بعد avec le temps, il développe des outils autour de ce manque. Donc, il يقول لك puisque ma maman ou mon papa ne m'ont pas fait sentir important, alors انا je suis pas important. Donc, هو يكبر بالعقليه هذيك et il développe des outils de protection autour de l'aqli yadik et c'est cela ta régression émotionnelle donc abid في les relations en ce moment ils n'ont pas grandi émotionnellement ils t'amlou comme des enfants à la recherche de son papa ou à la recherche de sa maman ou à la recherche de choses qui lui ont manqué et s'il te plaît accepte-moi approuve de moi s'il te plaît حبني قبلني برافو عليك داكوردو دونك في السيمينار للناس دونك سيمينار نتاع الويكاند جاي نذكر اللي انت اسامه اوس زغلامي موجود في انستغرام دونك لي انفورماسيون الكل تلقاهم في انستغرام نذكر اللي انت سيكولوج و سبيسياليست ان سانتي كلينيك هيبنوثيرابوت ميتر انسيانيان ان بي ان ال لي كونفيرونسي تبارك الله عليك اسامه بالحق يعني يعطيك الصحه يعني متونسه اللي هكا نفتخروا بيك دونك على الاتروجي دونك العباد ما يعرفوك برشا في كندا في تونس ما يعرفوكش هاك علاش تحب بشويه بشويه دونك وليت تجينا دونك هذايا في السيمينار هذايا دونك الويكاند الجاي فوندردي سامدي ديمانش لشكون متواجه اي انسان يحب يخرج من الشاك للسكسي في العلاقه كنت تحب تفهم روحك انت شكونك كنت تحب تفهم كيفاش تو بوتاليني مع نفسك ولا تلقى لي بون بيرسون في حياتك خاطر برشا عباد ضايعين في العلاقات نتاعهم يعني تقول لك ما نعرف كان عباد يعني لطف عليكم العباد تسمع فينا ما نعرف كان عباد خايبين مثلا يقول لك خاطر تو اتيغ المونك اللي عندك الداخل نتاعك فهمتش نقصد عندنا دي فيلتر راهو بيرسبتويل في مخنا اي اون فوا اون اونتون اي اون اتيغ في حياتنا حاجات كويرونت مع الخدمه اللي انت خدمتها على نفسك دونك هذا سيمينار فريمون سي ان الينيمون على ذاك هو 3 ايام سي اون ايميرسيون سي اون بروميير اوسي خاطر باش نستعملوا دي زوتي انوفاتور دي زوتي كي كومبين الريبروغراماسيون كي كومبين ليبنوز كي كومبين معناتها حاجات اللي مش تحسها تحسوا الشانجمون مش تعيشوا اي او ميم تان مش ترى دي ريزولتا حتى العباد عندهم ثقه في رواحهم تو ديفلوبي لا كونفيونس سورتو الخوف راهو الخوف هو حاجه كبيره برشا عباد خايفين من الايشيك خايفين من برشا حاجات وحتى خايفين من حاجات ماهمش فايقين بهم يسو سابوت في حياتهم
صحيح. دونك سي تو في اليميني الخوف السيمينار هذا اللي بور توا. باهي ميرسي اوس زغليمي. دونك تلقى لي زانفورماسيون الكل سيغ لو كونت انستغرام دو اوس زغليمي. دونك حتى دي فيديو فما زيد هكا دي اكستري تنجمو تعملو فكره. ميرسي بوكو اسامه, يعطيك الصحه. دونك نتمنى لك برشا نجاح وطلع لينا وتمزيد باش تعمل تورني في المغرب في الجزائر. دونك يعطيك الصحه بالحق اسامه. نحكيو في سوجي اخر سي امبورطون, اوني في اكتوبر روز. دونك نحكيو على لو كانسير دي سان, مي خلينا نحكيو على السرطان بصفه عامه. دونك معاك دكتوره بوثانه شاه. لايت كلوب بوثينا شيحي دكتورة متاعنا, دكتورة التغذية والتجميل. شنو حوالك؟ أنا لاباس. توحشنيك جمعة الأخرى يافي اون ايميسيون سبيسيال. صحيح. دونك توحشنيك. دونك سي لوكتوبر روز بالطبيعة. دونك قد ما نذكروا دونك نساء على التقاسي المبكر وشوية, لكن فما ماكلة زادة في الحكاية. وخلينا نحكيو بصفة عامة على الماكلة والسرطان. وبرشا طب يعرفوا, برشا طب يقولوا لكم وأنتم اللي تسمعوا فينا تعرفوا اللي الماكلة عندها دخل. دونك شنو نقولوا؟ هي اليوم باش نخصصوا الحصه للوقايه من امراض السرطان بصفه عامه, ولكن احنا فرصتنا اليوم خاطر هو شهر اكتوبر الكل مخصص للتوعيه وديبيستاج بالنسبه لسرطان الثدي. وما ادراك ما سرطان الثدي بالنسبه للمراه, خاطر هو يمثل 30% من امراض السرطان اللي تنجم تجي للمراه. احنا في تونس اخر احصائيات نعرفوا اللي لي كوز دو ديسي, معناها الموت المبكر عند التونسي, هو الي سيكوندير لزوز انواع من الامراض اللي هما يجيو في اول الليستا, هما امراض القلب والشرايين وامراض السرطان. هذوما زوز يؤديو للموت المبكر. On va dire qu'il n'était pas programmé. Il ne devait pas être programmé. Mais l'eau, l'un de l'insan est déca. Donc, l'asbib, حسب الاحصائية, شنو نجم يكون؟ Voilà, احنا ديما نقولوا فما أرضية جينية. اي. باهية. ولكن باش نبعتك على خاطر فما الدراسات الأخرى, ستاتيستيك, تقول اللي راهو الوراثة في أمراض السرطان ما تخص كان 5% من الناس. دونك الباقي منين؟ من العيشة متاعنا. من العيشة متاعنا, من ماكلتنا, من المود دو في متاعنا. اي. باه اش باش نقول انا هنايا؟ فما دي فاكتور دو ريسك. خاطريت حتى ال 5% هذوكم اللي هما تابعين الوراثة, خاطر فما فرق راهو بين ليغيديتي اي لا جينيتيك. داكوغ؟ اللي تابعين الوراثة مش كلهم راهو باش يعملوا سرطان. فما اللي ما يعملش سرطان فيهم. ولكن العيشة اللي عايشينها في هالزمن هذايا متاع ستريس الكبير ومتاع الماكلة الغير متوازنة واللي موجودة على السوق, واللي هذا الكل باش يخلي عوامل خطورة, دونك دي فاكتور دو ريسك باش نسميهم. خاطر أول عامل هو التدخين. احنا نعرفوا اللي 20% من السبب, معناه من الفاكتور, من لي فاكتور دو ريسك اللي يؤديو امراض السرطان, مش كان نتاع الرواري نتاع الفيسي زاده شكارة البول, هو التدخين. 20% من بعد شنو باش يجيني؟ من بعد باش يجيني السمنه والتغذيه الغير متوازنه. هذوما زوز باش يشكلوا 10% داكور, معناها من لي فاكتور دو ريسك. من بعد باش تجي كل ما هو الهرمونات, وباش تجيني مثلا الشمس بالنسبه للكونسير دو لابو, باش يجيو لا سيدونتاريتي قلت الحركه, هذوكم الكل يجيو من بعد. باهي عندي مشكله هنايا على خاطر ياسر نحكيو على الاقلاع على التدخين. والاقلاع على التدخين ولا صعيب صعب افيك لا في, معناها كون في اكتويلمون سي اون ايبوك اللي فيها برشا ضغوطات. ووسام حكى على الليبنوز. دونك وسام 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 اوس هكا اوس هكا معك اسم الشهره. اوس سي بيان. الوغ دونك اوس حكى على الليبنوز, وهي ما بين العلاجات اللي نجموا نقدموها
ما بين لي معناها بروتوكول ثيرابوتيك اللي نجموا يقدموهم للناس اللي تقرر على تقلع على الاقلاع التدخين. هو البرا هو البرا تغلبوا على شويه نقصوا نسب السرطان اللي متسبب فيها التدخين. مره الاخرى بالدكتور جربي بالتليفون قال لي اللي التوا اللي محتل المرتبه الاولى في الكانسر هو الكانسر دو كولون, يجي بعده التدخين. اي لو كانسير دو كولون خاطر البرا خدموا عليها حكايه التدخين, معش تتكيف لي دي سباس كومان دونك فما خدمه. احنا نحكيوا على تونس, احنا نحكيوا على هو صحيح لي فاكتور دو ريسك هما يؤديوا لظهور الخلايا الخبيثه. فهمت مش معناها كي نحكيوا على الكانسير دو كولون ما سي لو كانسير دو كولون اللي عنده خلفيات عنده دي فاكتور دو ريسك اديو الكانسير دو كولون, منهم الاكل البروتينات تاع اللحوم الحمراء. جوستمون الماكله اللي دكتوره دابخ لازمنا نتجنبوها دونك للوقايه. شنو نقولوا فوالا احنا الوقايه لي اتون نوصلك. هو انا باش نحكي على شنية نمشي شنية الماكلة اللي نمشيو ناكلوها. تحب نحكيو على الماكلة اللي نمشيو ناكلوها. باهي يلا هذه الوقاية وبيان سور شنو نتفاداو في طريقة الطبخ. اما باش نسكر القوس على التدخين ما فماش كان ليبنوز. فما اليوم جلسات يعملوهم لي بنومولوج دونك اطباء الريع, جلسات يخدموا فيهم مع المرضى فاللي يحبوا يوقفوا التدخين. وجلسات هذية مهمة جدا معناها تسلحهم باش يوقفوا. فما الباتش وفما لاكوبانكتور زادة معناها الطب الاباري. هذوما الكل راهم برشا حاجات يعاونوا, معناها اللي خايف من الاقلاع يتوجه لها اللي بروتوكول ثيرابوتيك باش تفادي الامراض السرطانيه مهمه. اكزاكت توا باش نحكيو على التغذيه. داكوغ التغذيه احنا نعرفوا نحبوا هنايا نحل بارونتيز باسكو هي دراسه ما عندهاش برشا خرجت عام ناول دونك 21 تحكي على ماده تخرج من طريقه في الطبخ القليان ايفيدامون ولكن المشوي على اللحوم المشويه على الفحم خاطر اون كاربونيز نحرقوا لا شير. داكور اكل اللي نحبوها مستكحله شويه خاطر تجي بنينه اكسيتيرا هذاك مش به توتافي. والزاده التطيب على نار عاليه انسان مزروبه اللي في ساعه تحب الحاجه تغلي اكسيتيرا. علاش قبل يقولوا نطيب سله تجي الماكله بنينه ولكن تعرف الكلمه هذه اوسه تو تعلم طيب سله انسى هذوما السون فورميدابل اللي طيبوا سله وما يعرفوش اللي هما السون فورميدابل على خاطر نتجنبوا هالماده هذيه السامه اللي ولات de plus en plus incriminé dans la genèse des cancers. D'accord. Donc, taïbou, tu as la haine. Tout à fait. عندي الحاجة الثانية واللي هي مهمة برشا باش نتفادى الوصول للسرطان هي المناعة متاعي. كيفاش اليوم نقوي المناعة متاعي؟ مهم جدا. وباش نقوي المناعة متاعي عندي هاك الجهاز الهضمي اللي فيه أكثر من 70% من الخلايا متاع المناعة في متاع البدن كامله. راهو سي امبورطون راهو كي نقولوا لو دوزيام سيرفو معناها متاع الجسم لو تيوب ديجستيف ماناش نحكيو فيه حكايه. والمناعه غادي مهمه برشا والمناعه تتمثل زاده في البكتيريا النافعه اللي في وسط الجهاز الهضمي اللي لازمنا نقاويوها. نقاويوها باش نقاويوها بالحبوب على خاطر فيها برشا الياف دونك الالياف هي اللي ترتاح لي الجهاز الهضمي وكذلك لو ميكروبيوت نقويوها في الاكل بمشتقات الحليب المخمره مثلا الياغورت اللي هو سيت ان لي فيرمونتي دونك هذاك راهو باهي. داكور تذكروا قبل بالبيفودي في ديساكتيف اكزاكت فوالا جي اريف دونك تذكر هذاك وكنا بيبليسيتي وكنا نضحكوا عليها اكسيتيرا اي با فيها بكتيريا نافعه لغرطة هذيك به. دونك انا حاجتي للتوب ديجستيف نتاعي ما ناكلوش المقلي ما ناكلوش كل ما هو مشوي على الفحم اللي نحرقه. نطيب سله مهم جدا ولكن نكثف في توسكيي
أليمان فيرمنتي اللي يجيب لي البكتيريا النافعة للواحد، والحبوب اللي ترتح الجهاز الهضمي متاعي خاطر تنقص من امتصاص السكر الدهون المشبعة اكسيتيرا. باردون بي، شنو اللي عندي زادة توا؟ عندي حاجة مهمة وإحنا ديما نحكي فيها كي نخرجوا من الأكل، ما نخرجش من الأكل سلسل كمالك كمالك لزانتي أكسيدان. إحنا نقولوا حاجتي بلزانتي أكسيدان هيك المادات صغيرة الحجم ضد الأكسدة، وهذية باش نلقاها في الخضر الكل، باش نلقاها في الغلال الكل، ولكن خاصة كالخضر والغلال اللي لونها بنفسجي. ريت البتنجال، العوينة هيك اللي لونها بنفسجي، شنو آخر البيتراف ما نكثروش منه في برشا سكر، ولكن هذاك في ديزانتيوكسيدان. الرمان اللي هو توا وقته مهم جدا في ديزانتيوكسيدان زيدا. دونك هذوما مهمين باش ناكلوهم ونجيبوهم في ماكلتنا وقت اللي يتاح الواحد خاطر مش ديما موجودين احنا والسيزون. عندي في الماكلة يلزمني نجيب البروتينات، والبروتينات باش نتفادى اللحوم الحمراء قلنا عليهم نتفاديوها، ناكلوها مره في الشهر، العيد الحم العلوش مره في العام اتفاصون بالاسوام الموجوده باش حاجات قاعده تنقص بالضبط. سي اون بون شوز جو بونس، سي اون اكسيلنت شوز. اي مال اللحوم البيضاء كيما الدجاج وكل حتى هذيك غلي راهو على التونسي. ايفيتي تو سكي شو يقول لك لي تخوا بلون. وي الو هما 4 بلون 4 بلون حاجات اللي هما شوف السكر، وبالنسبه للناس اللي توا قاعده تقاوم في مرض السرطان راهو زي ما نعرفوا اللي السكر هو المغذي الاول لخليه السرطان. دونك هذايا لازم نتفاداوه السكر. السكر واحنا السكر نتفاداوه زيادة والدهون المشبعه ليه رجع رجع السكر مي بو عمري رحت ما لقيتوش. دونك نتفاداو السكر، الملح اوني داكور، الفرينه البيضه خاطرها مكرب على خاطر تطيبها على كنار الواحد معناها نحكي على المقرونه، المقرونه اللي ماهيش الدنتي راهي تولي سكر. دونك هذا مهم جدا. يلزمني زاده في الماكله نتاعي نجيب مواد ضد الالتهابات خاطر نعرف ان الالتهابات هي اللي باش تحضر لي ارضيه لوجود الخليه السرطانيه، وذاك عليه السمنه نخاف منها برشا خاطر السمنه تعطيني الفا سيكريتي دو لانسولين، الفا سيكريتي اوسي دوتغز هرمون اللي هما كيما الكورتيزول اللي هما هذوما الزوز يدمروا لي لو ميتابوليزم ويعطيوني التهابات في البدن الكل. دونك الماكله اللي ضد الالتهابات هي نلقاوها في الكلوروفيل خاطر هذايا معروف فك الخضره الخضراء الكل والغلال الخضراء زاده مهم جدا باش نحطها كل يوم في الماكله نتاعي. بربي المعدنوس والكلافز وماذا بينا نيين ما نطيبوهمش بون بيان كون نحطوا معدنوس في الشوربه باش يعطي مطعم بنين داكور، ولكن السلايت نتاعنا لي كروديتي نقصوا فيها معدنوس ني كلافز نيه بنينه برشا. توا جاي الفجل دونك سلطه الفجل والكلافز ماعرفش كنت تعرفها. نعرفها ياسر بنينه نعملوها مع الكسكسي سي تري بون. دونك فوالا والحاجه الاخرى هي الرياضه. راهو المطلوب مش حاجه كبيره ديما ناكد راهو المطلوب هي 30 دقيقه مشي كل يوم. راهو كل يوم هما 5 مرات في الجمعه كي نقولوا كل يوم ماذا بينا كل يوم حاولوا ما هيت 30 دقيقه ماشي راهو تقاوم السمنه زياده في الوزن، ولكن تخلي البدن يسكريت زيدا برشا هرمونات دي كاتاليزور نتاع هرمونات نتاع حمايه البدن نتاعنا وحمايه الجهاز المناعي نتاعنا. ميرسي دكتورة على المعلومات هذوما الكل، إن شاء الله باللطف للناس اللي تسمع فينا الكل. أمين. إن شاء الله نقولوا كوراج لكل امرأة تسمع فينا، دونك توا نحن في الأكتوبر روز، دونك اللي قاعدين يسارعوا في مرض السرطان. مرض السرطان، إل سون كوراجوز، إل سون فورميدال، اللي دايرين بيا، راهو امرأة على 8 في تونس، معناها مريضة بمرض السرطان، راهو سي إنورم، معناها كل عام احنا نشخصوا بين 800 و 1500. nouveau cas de cancer du sein barka c'est énorme. ونسي هذوما راهم مناضلات عندي انا
ونسيخشن برشا خاطر اوتور دو موا فما برشا اللي براو أي. وهذية معناها رسالة متاع تفاؤل راهو تبراو من الكونسير دو سان تعرف وقتاش بقي فما ديبيستاج بريكوس ولا التقصي المبكر دونك ما تنساوش باش تتفقدوا رواحكم توا شهر اكتوبر حتى كان فاتكم شهر اكتوبر ميسالش في نوفمبر 12 شهر في العام دونك بون كوراج للناس الكل احنا مازلنا معاكم حتى كش نص نهار بعد شوية الانفيتي نتاعنا هو لطفي بونطقة دونك ما تبعدوش بعيد نحكيو على زامور تريكينغ زادا بعد شوية دونك فاصل نسمع موسيقى رغبة علامة ونرجع معاكم في الماك دي كانت